واللي عايز يروح سيبه عشان اما نتكلم محدش يتحرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال قائل يتمدح حضرة النبي مخاطبا آل بيت النبي: يا آل طه لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم، طه البشير وله أسماء أربعة: محمد أحمد هادي ومعتصم، وله على وجنتي خديه أربعة: الورد والياسمين ثم الآس والعنم. انطقت لرسول الله أربعة: الضب والظبي والثعبان والصنم. آمنت برسول الله أربعة: الإنس والجن ثم العرب والعجم. لولاه ما كان في الإسلام أربعة: حج ومنى ثم بيت الله والحرم. صلى على خير خلق الله أربعة: العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى آيات بينات من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى: وإذا سمعت القارئ يقرأ فاعلم أنه يقرأ وأن الكلام كلام الله. أولادنا اللي بيوزعوا، هتوزعوا ولا هنتكلم؟ حطها على الباب واللي يطلع ياخد. أما بعد، الله نور السماوات والأرض، فكل ما في السماء من أنوار الله، وكل ما في الأرض من أنوار الله، فكل نور فمنبعه النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمن الناس من جعل الله له في عقله نور يدرك به الأمور، ومن الناس من جعل الله في بصره نور فهو يبصر الطريق، ومن الناس من جعل الله في لسانه نور فهو ينير للناس الطريق، ومن الناس من جعل الله في يده نور فهو يبذر بذور النور والخير في كل مكان، ومن الناس من جعل الله في قلبه نور يشع به كل مكان، ومن الناس من جعله الله كله نور وذاك خير إنسان. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: الله قد جاءكم من الله نور.
الله نور السماوات والأرض، فإذا أردت النور فكن إلى جوار النور، وإذا أردت أن يكون لك نور فتعلق بالنور، وإذا أردت أن يكون طريقك مفروشا بالنور فسر مع من جعله الله للدنيا والآخرة نور. مثل نوره ما كل الناس يدرك كل شيء، فالله قد وزع النعم بين العباد. هذا أعطاه عقلا زكيا، وهذا أعطاه بدنا قويا، وهذا أعطاه قلبا نقيا، وهذا أعطاه ذكرا بين الناس عليا. فكل إنسان له عند الله عطاء، وزع النعم على العباد لينفع العباد العباد، وليحتاج العباد إلى العباد، فيسعد العباد بالعباد أو يشقى العباد بالعباد، ثم يجمع الجميع ليوم المعاد. فكل نعمة أعطاها لك ربك اعلم أن الله استأمنك عليها وجعلك لها صراف، فكل الخلق يقصدونك من أجلها. فإذا تأدبت بأدب النعمة وأطعت المنعم في حسن استخدام النعمة دامت لك النعمة. إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، ليس لهم وإنما لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها منعها الله منهم فحولها إلى غيرهم. الله تبارك وتعالى أعطاك مالا وأعطى غيرك عقلا وأعطى غيركما علما وأعطى رابعا فهما وأعطى الخامس جاها وأعطى السادس، وزع العطاءات بين العباد. فمن أعطاه علما أعطاه ليعلم، ومن أعطاه فهما منحه ليفهم، ومن رزقه مالا رزقه ليقسم، ومن رزقه قوة أعانه وأعان به. فلو أن كل واحد احتكر النعمة لنفسه ما كان للنعمة بين العباد قيمة، ولكن الله وزع النعم لينفعك بي ولينفعني بك، لتحتاجني وأحتاجك فتصلني وأصلك فتحبني وأحبك، فنحشر جميعا مع أهل الحب في معية الله، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. لو شاء ربك لأعطى كل واحد كل شيء، وما ذلك على الله بعزيز، لكن الله من لطفه أرادك ألا تعيش وحدك، وإنما فتح لك بابا تتألف به الناس فيحبك الناس وتحب الناس. الله تبارك وتعالى لو أراد أن يجعل كل واحد غنيا قويا عالما يغنيه عن كل الناس لفعل، لكن الله لطيف ينفع العباد بالعباد حتى لا يتكبر العباد على العباد. فأنت مستغن هنا ومحتاج هناك، فإذا تكبرت على من أنت محتاج له تكبر عليك، من إذا تكبرت على من أنت مستغن عنه تكبر عليك من أنت محتاج إليه، فيشيع الظلم والفساد. أنت هنا سيد مطاع
ولكنك هناك خادم مطيع، فإياك أن تخرج عن أدب المقامات. فأنت في حضرة ولدك والد، لكنك في حضرة أبيك ولد. أنت في حضرة أستاذك تلميذ، وفي حضرة تلميذك أستاذ. فلا تخلط بين المقامات، فكن ولدا بأدب الولد، وكن والدا بأدب الوالد، وكن أستاذا على من تتلمذ عليك بأدبه. ولكنك إذا حضر أستاذك فأنت تلميذ. في قصة العبد الصالح مع سيدنا موسى اللي بنقرأها في سورة الجمعة، في سورة الكهف يوم الجمعة، وإذ قال موسى، يبقى موسى كان معاه فتى ولا لا؟ كان معاه خادم ولا لا؟ فأول ما وصل للأستاذ اللي هيعلمه قال له إيه؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأنت مخدوم حتى تصل إلى سيدك، فإن وصلت إلى سيدك فأنت خادم. أنت خارج باب المسجد والد وقاضي وضابط ومعلم، فإذا دخلت من باب المسجد فأنت عبد. اخلع وظيفتك مع نعلك أمام الباب، واخلع سلطانك مع نعلك أمام الباب، واخلع مالك مع نعلك أمام الباب.